بدأت أطقم الضيافة الجوية بشركة لوفتهانز الألمانية للطيران إضرابا يستمر ليومين وسط توقعات بتأثر 1300 رحلة جوية و180 ألف مسافر بتلك الخطوة، ويتم إلغاء 700 من بين 3000 رحلة مقررة اليوم إلى جانب 600 رحلة غدا الجمعة. وخسرت لوفتهانزا محاولة قضائية لوقف الإضراب بمحكمة في فرانكفورت أمس، كما أخفقت في الطعن على قرار المحكمة. من الجيد أنه لا تزال هناك نقابات تدافع عن هذا الموضوع، لكن هنالك أمر مؤكد. 48 ساعة هي عبارة عن وقت طويل. لقد تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية.